قال والجلوس في المسجد وكذا المرور فيه لا يجوز الحائض أن تجلس في المسجد ولو بوضوء. بعض النساء يحضرن المحاضرة والدرس وهي حائض وتتوضأ، لا، الجنب يجوز أن يجلس في المسجد يتوضأ ولو انتقض وضوءه لا إشكال، لكن الحائض لا يجوز والنفساء لا يجوز أن تحضر تدخل المسجد ولو توضأت إلا إذا انقطع الدم. إذا انقطع الدم فإنه يجوز لها أن تتوضأ وتمكث في المسجد، أن تمكث في المسجد، نعم، حتى لو وضعت، حتى لو وضعت ما يمنع الوضوء. بعض المشايخ يعني ما يعني يقول أن العلة هي خوف تلويث المسجد، وهي تضع ما يحمي المسجد من التلوث كالحفاظ معروفة، لكن لا أظن هذا مقصود لهم، لا أظن هذا مقصود لهم. نعم، حتى يعني الشخص لو حمل النجاسة يجوز أن يدخل المسجد ولا لا؟ لو كان في جيبه نجاسة